الطيف صديق سيطار الدين واخ ديالي واب ديالي تقريبا هادي سي مده ديال شي 35 سنه، وكنقدم التعازي لاختي خديجه هي الزوجه ديالو والابن ديالو عبدو والبنتو اللي في السعوديه. كنقدم التعازي ديالي للاخوان ديالو. وبالنسبه للسيطار الدين كان اخ سيد مراقب عام في الامن، والراجل طيب، الراجل الحنين، الراجل اللي عنده كلمه صارمه، الراجل اللي هو معقول وعز عليه المعقول، اللي كلشي الناس كتبغيه لا في رجال الامن ولا في السيفيل، لانه راجل مضبوط وراجل طرونكيل ولم به هذا المرض اللي ما طولش به. وكان بدا بالحياه ديالو للوفاه ناس في الكلينيك، ومن بعد جا البوريس قول القاعه 40 وجبناه للبيت ديالو. توفى اليوم في البيت ديالو على الساعه 11 ونص تقريبا ولا 12 الله روب. وانا كنقدم التعازي لجميع العائله ديالو ولجميع رجال الشرطه، وكنشكرهم على هذا المجيء ديالهم اللي جاو عندنا وساونا في الدفين ديالو في سميتو، وكنشكر الجميع إليه راجعون. وهذا هو الاخر المتوه ديال كل واحد فينا. يلا خلي الله يرحمه، كان من احد الناس، العائله كامله، واي انسان كنتلاقى معاه في الامن كيشكر لي هذا المرحوم. والموت ديالو كان مفاجئ لينا كاملين، الموت ديالو كان مفاجئ. الله يرحمه. الله يرحمه. شنو نقول لك، من اعز ضاع لينا واحد الانسان اللي ما نلقاوش وسط العائله كامله ديالنا حنا. بعدا انسان ضاع اللي ما اللي الله يرحمه.